الوظيفي. زخم مستمر إلى مركز ثورة تشرين في العراق ساحة التحرير. عشرات الآلاف من المتظاهرين في بغداد ما زالوا يواصلون احتجاجاتهم واعتصامهم هنا في ساحة التحرير أو أيقونة ثورة تشرين، حيث لم تغير الوثائق أو الاتفاقات والوعود السياسية مطلبهم بتقرير مصيرهم بأنفسهم. بالنسبة للسياسيين احنا مطالبنا مفهومة، يعني حتى بالمهد عربها، هي إقالة الحكومة طوعي أو ذاتي أو إجباري، هو لازم إزاحة الحكومة بهاي الفترة حتى شنو الشعب ينضل طريقه ويأخذ حقوقه ويمتلك ثرواته الحقيقية اللي الله سبحانه وتعالى موفرها إليه. هنالك أسماء أيضاً، طلاب المدارس والجامعات الذين كان دورهم بارزاً في هذه الثورة أكدوا أن لا بديل لهم سوى مواصلة التظاهرات وتحقيق مطالبهم المشروعة. إلى الآن جاي نشوف التسويف الحكومي والمماطلة وعدم الجدية من قبل الحكومة بتنفيذ مطالبنا. نعلن كمتظاهرين سلميين وخصوصاً كطلبة جامعات في بغداد وفي كل المحافظات العراق، نعلن صوتنا للجميع والحكومة خصوصاً أن المظاهرات مستمرة لحين تنفيذ المطالب المشروعة. لم تحتضن ساحة التحرير متظاهري العاصمة فقط، بل كانت نقطة أساسية لاستقطاب حشود كبيرة من المتظاهرين القادمين من المحافظات الجنوبية لا سيما كربلاء، متحدين بذلك الاستهداف والقمع الحكومي المتواصل لتتسع رقعة التظاهرات وتضيق الخناق أكثر على القابعين في المنطقة الخضراء.